ويقول استدل على العقل الصريح يعني قس بن ساعدة لما قال البعرة تدل على البعير، لما تشوف بعرة وهو براز البعير تقول في بعير مرة هنا، ما تطلع البعرة من نفسها شيء، ما هو فقع كما يقولون، حتى الفقع يعني بذرة. طيب قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني لما تشوف أثر تقول في واحد مشى هنا، واحد قط أسد بعير حصان حسب الأثر. قال والأثر يدل على المسير، يعني لا يمكن إنسان يشوف أثر بعدين يقول لا ما حد مر هنا. طيب وهل الأثر هذا؟ قال لا ما حد مر هنا، مكابر مكابر. طيب لما يشوف بعرة يقول هذا بعير مر هنا، شلون بعير؟ ما في بعرة، بعرة لا ما مر بعير، ما والبعرة منين جت هذه؟ ما تنزل من السماء بعرة، معنا في بعير. ولذلك قصة بدايات غزوة بدر، حركة بدر لما خرج أبو سفيان بالعير بالقافلة لما وجد البعر ففته فوجد الطعام الفصم، فنظر قال هذا يعني تمر يثرب، يعني معناته في أحد جاي من المدينة، حتى يعني مو بس البعر دل على البعير، الطعام الدل على تمر هذا منين من أي بلد، يعني بحسب الخبرة طبعا. طيب فالقصد يقول بعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذا في عقل كل عاقل. طيب الآن سماء ذات أبراج، هذه الأبراج التي في السماء، وأرض ذات فجاج، هذه الطرق، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هل يعقلها؟ وين أين عقول الناس يعني؟ وذاك يكابرون في مثل هذه الأمور.